بنكروليا، قصة قصيرة لميخائيل نعيمي، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. ندم أبو شاهين أشد الندامة بعد أن قبض الثمن ووضع يده في يد الشاري معوضا إياه البركة، فقد أحس كأن الجبل الذي كان واقفا عليه راح يهوي من تحت قدميه، وكأن قلبه هبط بغتة إلى أخمصيه، فغام بصره وضاق نفسه حتى كاد ينقطع. وعلى الأخص عندما رأى القطيع يبتعد عنه رويدا رويدا. وقد تقدمه الشاري يحثه على السير بلغة تفهمها المعزة، ومشى من خلفه ابن الشاري يسوقه آنا بالعصا وآونة بالحصى. وبلغ القطيع مضيقا بين صخور شاهقة تراكم بعضها فوق بعض، وأدرك أبو شاهين أنه بعد لحظات سيختفي عن ناظره إلى الأبد، لأن الذي اشتراه سيذهب به إلى ديار بعيدة. وطن جرس الحيمور طنة صافية عالية، والحيمور كان كراز القطيع المدلل، فانتفض أبو شاهين انتفاضة الملسوع وانبرى يعدو نحو القطيع ملوحا بأوراق النقد التي قبضها ثمنا، وصائحا بأعلى صوته: قف، بالله عليك قف، لحظة لا غير. وتوقف القطيع عن السير، وعندما أدركه أبو شاهين سار توا إلى الحيمور، فأمسك بقرنيه وأغرق عينيه في عينيه، ثم انكب يقبله بلهفة العاشق المتيم، وانحدرت دموعه غزيرة على خديه، وارتجف جسمه الجبار، فما كنت تسمع إلا نشيجه وإلا صوته المتقطع المتهدج: خاطرك يا حيمور، خاطرك يا حبيب القلب، وهذه بوسة أخرى لكل من رفاقك ورفيقاتك، الله معك يا حيمور. اندهش الشاري لهذا المشهد، وخيل إليه أن أبا شاهين ما عاد إلا ليفسخ البيع الذي تم حسب جميع الأصول المرعية أو ليطلب زيادة. وأدرك أبو شاهين ما جال في خاطر الرجل الغريب، فطمأن باله وأكد له أنه ما باع يوما عنزة أو جديا أو تيسا أو شيئا آخر، وعوض البركة ثم عاد في بيعه. فالرجال يربطون بكلامهم لا بقرونهم، وشرفه أعز لديه من كل مال الأرض، ولكن هو القلب لا يباع ولا يشرى. وقد شاء قلبه أن يعبر عن حبه لهذه البهائم التي رباها ورافقها شهورا وسنين، مثلما ربى الآلاف أمثالها منذ أن ورث المهنة عن والده الذي ورثها عن والده. ولقد شق عليه أن يودع المهنة بتوديعه لقطيعه، ودعا أبو شاهين ثانية وثالثة بالتوفيق للغريب، ولبث مسمرا مكانه إلى أن غاب القطيع عن بصره. كانت الشمس تنحدر إلى البحر عندما انحدر أبو شاهين في الجبل إلى الضيعة، وفي يده عصاه، وفي كتفه جرابه، وفي جرابه زاد يومه الذي ما ذاق منه كسرة قط، وفي قلبه مأتم ولا كالمآتم، فقد كان كلما خطى خطوة يودع التراب والحجارة التي يقع عليها مداسه،
والصخور التي يرتمي إليها بصره، والأشواك التي تخترق سراويله وتنخزه في جلده، والينابيع التي طالما عب من مياهها، والعصافير التي كان يطرب لصدحها. فهذه كلها كانت فقرات حية في العمود الفقري الذي قامت عليه دنياه في خلال أعوامه 73. وما كان من السهل عليه أن ينسلخ عنها دون مشقة بالغة ووجع أليم. كان على أبي شاهين أن يمر في طريقه إلى الضيعة بالزريبة القائمة على رابية في سفح الجبل، وما إن بلغها حتى عاد الدمع فطفر من عينيه، إذ تخيلها مهجورة من ذلك اليوم وإلى الأبد، وتذكر الليالي والأصبحة والأمسية التي أمضاها فيها وبالقرب منها، والخيرات التي تدفقت عليها من بابها ما بين لبن وجبن وقريشة وشعر وبعر، وحانت منه التفاتة إلى السطول والقدور المصففة تحت الزعرورة، وبجانبها فراشه المطوي في بساط أسود، فجف حلقه من الأسى وارتمى بقامته المديدة على الأرض وهو لا يحسب أنه سيجد بعد في نفسه القدرة على القيام. ولشد ما أذهله أن يرى كلبه رابضا على قيد خطوات منه، فقد نسيه في موجة الحزن التي غمرته منذ أن سلم قطيعه المحبوب إلى رجل غريب لقاء قبضة من الأوراق المالية المهترئة، وما دري ساعة حذر من القمة أنه كان يجري والكلب يجري وراءه. واستأنس أبو شاهين بمنظر كلبه الأمين، فاستوى جالسا ومسح بكم عباءته العرق المتصبب من جبينه، وانتزع جرابه من كتفه، وألقى بكل ما فيه إلى الكلب قائلا: أنت أحق مني بهذا الزاد يا نمرود، فلكم سهرت على المعزة ولكم طاردت الذئاب، ولا سهر بعد اليوم ولا مطاردة، فهنيئا لك ثم هنيئا لك، فلست مكرها مثلي أن تخرب بيتك بيدك ليحصل ابنك على ورقة يدعونها البكنورة. ولكن الكلب لم يلتفت إلى الزاد، فقد كان في قلبه من الحزن مثل ما كان في قلب صاحبه. ونهض أبو شاهين ودخل الحظيرة، حيث حفن 3 حفنات كبار من البعر الممزوج بالتراب، فوضعها في الجراب وعلق الجراب بكتفه، ثم التفت إلى كلبه وقال: هيا بنا يا نمرود. ودخل أبو شاهين البيت من الباب الخلفي، فوجد زوجه تنفخ في نار من فوقها قدر، ومن غير أن يحييها طرح بأوراق النقد في وجهها، فكاد بعضها يسقط في النار فتلتهمه، لو لم تتداركه أم شاهين بحركة سريعة انفجرت على أثرها بالتقريع والسباب. قطع الله رزقك وبليت يداك، ألعله مال عدوك حتى تطرحه في النار؟ أم لعلك سرقته؟ ما قطع الله رزقي، وقطعته أنت وابنك شاهين يا ست أم شاهين. قل لي، من أين جئت بهذا المال كله؟ سرقته. وممن سرقته؟ من قلبي، من دم قلبي سرقته، إرضاء لخاطرك وخاطر ابنك يا ست أم شاهين. لا رضي الله عليك، أبعت العنزات؟ بعتها. بكم؟ 5000. عافاك الله والحمد لله، فقد ارتحت من الشعر والبعر. ستبكين عليهما دما يا ست أم شاهين. ليتني أبكيك بجاه رب السماوات.
بل خلي دموعك للبكنورة. بنكا روليا يا شاطر يا فصيح اللسان، بنكا روليا، كم مرة علمتك لفظها فما تعلمت، لا عشت تتعلم. عفاريت حمر شياطين سود لا بأس، المهم أنك ستصبحين بعد اليوم سيدة ويصبح ابنك أفندي، فلا تخجلين بزوجك ولا يخجل هو بوالده، يرعى المعزة في رؤوس الجبال. أكيد أكيد سأصبح سيدة، فأم نبهان ليست خيرا مني، ويصبح شاهين رجلا منظورا بعد أن ينال البنكا روليا، فخنصره يساوي ألفا من أمثال ابن مراد الثنين، وستنزع عنك اللبادة والعباءة والمداس، فلا يعيرنا الناس بالشعر والبعر، ولا يخجل شاهين وقد يغدو وزيرا يوما ما بأن يقال فيه إنه ابن معاز، ولن تندم على المال الذي أنفقته على علمه، حتى وإن لم يبق لك من حطام الأرض غير هذا السقف الذي فوق رأسك. ها إن آخر قرش أملكه أصبح الآن في يدك، ولم يبق غير هذا البيت والكرب، فليعطنا الله بركة كياسة شاهين وبركة شاهين وبركة البنكورة. آمين. انقضت 5 أعوام على هجرة شاهين إلى الديار الأمريكية، وكان قبل سفره ومن بعد أن نال شهادته قد ظل 2.5 عام يفتش عن عمل فلا يجده، ويسعى إلى وظيفة في الدولة فلا يحصل عليها، ذلك لأن ما حشى به دماغه من مواد البكالوريا ما كان يؤهله لعمل يرضي خيلاءه وخيلاء البكالوريا. أما الأعمال الصغيرة والحقيرة فما كان يفكر فيها لأنها لا تليق بعلمه، وهكذا انتهى به الأمر إلى الهجرة. وقد اضطر والده المسكين تحت ضغط منه ومن والدته أن يبيع الكرم ليكفل له نفقات سفره، وكانت الوالدة لا تنفك تعزي نفسها وزوجها بأن شاهين سيعوض عليهما القرش ألفا، وأنه سيعود إليهما بالغنائم وسيرفعهما فوق أرفع أهل القرية. أليس أنه يحمل بنكا روليا؟ وكانت تدعو زوجها نقاقا ونعابا كلما ردد على سمعها القول الدارج: لو بدها تشتي غيمت. وذات يوم إذ كان أبو شاهين وحده في البيت ينقل بصره من صورة شاهين على الحائط إلى شهادة البكالوريا المعلقة على الحائط المقابل في إطارها المذهب، أقبل عليه ساعي البريد وناوله رسالة عرف في الحال أنها من وحيده في المهجر. وكان لأبي شاهين بعض الإلمام بالقراءة والكتابة، ففض الرسالة وإذا فيها طلب ملح بإرسال كمية من المال ليعود بها شاهين إلى وطنه وبيته، فقد عاكسته الظروف في ديار هجرته. ولا عجب، أما قال الشاعر من زمان: لنا علم وللجهال مال. أطرق أبو شاهين طويلا وحك رأسه وذقنه وقد تغطت بنبت طويل من الشعر الأغبر الكثيف، وتنهد تنهدا عميقا، ثم عاد ينظر إلى البكالوريا في إطارها المذهب. وما هي إلا دقيقة حتى عمد إلى تلك الشهادة فأنزلها من الحائط وأخرجها من إطارها، ثم جاء بجرابه وأفرغ ما فيه من بعر، ثم راح يرصف ذلك البعر في صفوف متناسقة على قفا لوح الزجاج الذي كان يحفظ الشهادة من الغبار والعطب، حتى إذا انتهى من الرصف أعاد الشهادة إلى الإطار، وأعاد الإطار إلى الحائط، فإذا البعر فيه قد غطى الشهادة بكاملها. وجاء أبو شاهين بورقة ومظروف وقلم، فكتب على الورقة بيده المرتجفة وبلغته البسيطة ما ترجمته:
يا ولدي شاهين، هذا كل ما أبقيته وأبقته لي البكالوريا من المال، أرسله إليك لتستعين به على العودة إلى ديارك، وإلا فابق حيث أنت، والسلام. وطوى الرسالة على شعرتين من شعر المعزة، وعلى بعرتين سحنهما سحنا، ثم مضى بالرسالة إلى دار البريد وأرسلها مضمونة، وتبعه كلبه وكان قد هرم مثله. وعندما عادا إلى البيت منهوكين من الهم والوهن، ألقى أبو شاهين بعصاه جانبا وانحنى فوق الكلب يمسد الشعر على رأسه ويقول: نمرود، لقد أخذت بثأرك وثأري من البنكروليا.